إن طبيعة هذه المأساة العالمية وتداعياتها التي لم تستثني أحدا تفرض علينا الوحدة والتآزر، توفير حل شامل ومنسق على وجه السرعة يمكن كل الدول من ضمان رعاية صحية ملائمة لمواطنيها. سيد الرئيس، إن خطورة الوضع الراهن الذي تمر به شعوبنا يستوجب تجند الجميع وتضافر الجهود وترقية العمل المتعدد للأطراف في ظل شراكة عالمية معززة ومنشطة وشاملة لضمان التغلب على هذا الوباء وآثاره، ولعل ضمان الوصول السريع والمنصف اللقاح لجميع الدول والشعوب سيكون أول تحدي لتواجب علينا رفع التأكيد إعلاء قيمة التضامن التي تفرض نفسها اليوم، ليس كمجرد قيمة إنسانية راقية، ولكن كضرورة حتمية لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين بني البشر.